حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة مع بداية أسبوع مليء بالنشاط إن شاء الله والحيوية، وأكيد نسلط الضوء من خلال برنامج 7 على 7 على جميع الأخبار والفعاليات التي تقام في جميع إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، لننقل لكم إن شاء الله مجموعة من الأخبار في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، ونرجو أن تستمتعوا معنا وتستفيدوا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، يعد فريق العين هو ثاني فريق عربي يصل إلى النهائي العالمي بعد طبعا الرجاء الرياضي المغربي في عام 2013 أمام بايرن ميونخ، كما يعد ثاني فريق آسيوي يتواجد في النهائي بعد كاشيما انترز الياباني الذي خسر أمام ريال مدريد عام 2016. وفي ليلة رياضية مميزة عاشتها الإمارات أمس، خاض فيها فريق الأبطال مباراة نهائي كأس العالم للأندية بأداء مميز وحضور مشرف بين الأندية العريقة، وقد غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مهنئا فريق ريال مدريد الإسباني فوزه بلقب مونديال الأندية لعام 2018، كما هنأ سموه فريق العين بالوصافة والحصول على المركز الثاني، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: مبروك ريال مدريد الفوز بكأس العالم للأندية لعام 2018 في أبوظبي، مبروك لنادي العين وصيف بطل كأس العالم، قمة جديدة وصلتم لها مع هذه البطولة والقادم أجمل. وأكيد فعلا كانت هناك جماهير حاضرة ليس فقط من داخل الإمارات مشاهدينا الكرام، وإنما من طبعا دول خليجية مجاورة وأيضا من دول عربية أتوا خصيصا لحضور هذا التحدي الرائع وهذه الأجواء الحماسية مع طبعا الوقوف بجانب نادي العين. أكيد اليوم حلقتنا مشاهدينا مميزة وفيها الكثير من المواضيع. معنا في هذه الحلقة مركز جامع الشيخ زايد يطلق فضاءات من نور ومشروع الظاهرة الإماراتية، وإلى احتفال الهيئة الاتحادية الكهرباء والمياه بموظفيها المتميزين، ورحلة موسيقية مع نغمات الناي الساحرة. أما الآن نروح وياكم لأولى فقراتنا في هذه الحلقة وإلى الزميلة ليالي. حياك الله ليالي. علي، أود أن أقول مساء السعادة والأمل لأننا جميعنا مفعمين اليوم بالطاقة الإيجابية، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. نعم. كما تعلم زميلي، اختتمنا الأسبوع الماضي على خبر أفرحنا وأبهجنا جميعا في تلفزيون الفجيرة وأيضا في إذاعة الفجيرة. نعم. FM، أود أن أتشاطره مع المشاهدين الكرام، لذلك سوف آتي على ذكر تفاصيله خلال السرد الإخباري. إذا نستمع إن شاء الله للتفاصيل معك بإذن الله. شكرا لك. العفو. 23 من ديسمبر، كانون الأول 2018، أرحب بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي قدم لحضور مباريات نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2018، حيث تم التطرق إلى عدد من المجالات والقضايا الرياضية وإمكانات التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة والاتحاد بما يعزز تطوير رياضة كرة القدم
الارتقاء بها باعتبارها ملتقى إنسانيا واجتماعيا حضاريا يجمع محبي هذه الرياضة من مختلف دول العالم وشعوبه، مشيدا سموه بأهمية استضافة الدولة لكأس العالم للأندية والأداء المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة. من جانبه أعرب رئيس الفيفا عن تقديره لمستوى التنظيم الذي حققته دولة الإمارات في استضافتها كأس العالم للأندية 2018، مشيدا بالإمكانات والخدمات التي توفرها الدولة وتسهم في نجاح البطولات الرياضية الدولية. على صعيد آخر، أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، أثنى على جهود الجامعة في التقدم بخطى ثابتة في تعزيز البحث العلمي وتطوير الابتكارات والاستفادة من نتائجها في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا والمساهمة في تنميتها، مشيرا سموه إلى توفير كافة الموارد اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة وإنشاء المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها في حفل تخريج 599 طالبا وطالبة من خريجي دفعة خريف 2018 من الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث بارك سمو للخريجين والخريجات قائلا: نسعد برؤية طلبتنا وخريجينا على مدى عقدين من الزمن يفوزون بالجوائز العديدة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات ويبرزون في أدائهم في المناصب على كل مستوياتها في القطاعات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها. إلى محور مغاير، حيث وجه سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله برفع سقف جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع من 160 ألف دولار أمريكي إلى 420 ألف دولار أمريكي بواقع 60 ألف دولار لكل فرع من فروع الجائزة السبع، وهي تضم الرواية كبار والرواية شباب والقصة القصيرة والنص المسرحي وأدب الأطفال والشعر والدراسات النقدية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بحضور المدير التنفيذي للهيئة سعادة فيصل جواد، الذي أشار إلى أن عدد المشاركين ناهز 950 مشاركا، تأهل من بينهم 73 مرشحا، حيث سيتم الإعلان عن القائمة النهائية منتصف يناير المقبل. وبعدها تقوم لجان التحكيم السبع التي تضم باقة من نجوم الأدب وكبار الأكاديميين العرب بتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك في 20 فبراير 2019 عقب انتهاء فعاليات الملتقى الثقافي الذي اعتمدت إقامته سنويا على هامش جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في 18 و19 من فبراير من العام المقبل. أكد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله، أكد أن الهيئة تحرص على ترصين بناء القواعد الإعلامية والثقافية بما يساوق حركة التقدم والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة ميادين الثقافة والإعلام، حيث شهد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي حفظه الله مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل تلفزيون الفجيرة وإذاعة الفجيرة أف أم بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ممثلة بمديرها التنفيذي سعادة فيصل جواد وشركة ماب للإنتاج الفني والمناسبات ممثلة بمديرها العام السيد عماد أنيس بسيل. وأشار سموه إلى أن الفجيرة للثقافة والإعلام تمضي قدما في إتمام شوطها في تفعيل الدوائر المرتبطة بالهيئة عبر الدعم الذي تقدمه لها والوقوف على آخر مستجدات العمل وتلبية كافة احتياجاته، مؤكدا سموه السعي الدائم لترجمة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه في
في العمل المتقدم وحيازة الفرادة وتعزيز مفهوم التسامح والحفاظ على الصدارة أبدا. إذن زميلي علي، وبناء على هذا الخبر نعد المشاهدين الكرام بباقة منوعة ومميزة من البرامج الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية أيضا وغيرها الكثير بإذن الله تعالى، لأن قناة الفجيرة وإذاعة الفجيرة أف أم سوف تكون داخل كل بيت ووسط كل أفراد الأسرة وفقا لتوجيهات سيدي سمو الشيخ دكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله، الذي يحرص تمام الحرص على الارتقاء بالرسالة الإعلامية وتحقيق أهدافها السامية بإذن الله. أكيد اليوم قناة الفجيرة طبعا شكلت فارق وتقدمت وحصلت على جوائز كثيرة خلال السنتين الماضيتين بحمد الله وبدعم من سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي الله يحفظه، وأيضا مجهود من فريق. نحن لو نذكر بدايات طبعا الصورة الجديدة والنقلة الجديدة لتلفزيون الفجيرة، يمكن نحن كنا من ضمن الفريق ولازلنا نتشرف ولازلنا أكيد أن نكون ضمن هذا الفريق الحمد لله رب العالمين. تابعنا أدق التفاصيل والتعب والمجهود، الحلة الجديدة للقناة، الفريق بشكل عام طبعا كيف كان يشتغل ويواصل الليل بالنهار. صحيح. وفي ناس فعلا كانوا ينامون على الغنفة، أنا بروحي بصراحة شاهدت هذا أمام عيني، ونحن من بين هؤلاء. نعم أكيد، وإن شاء الله في الفترة القادمة أكيد نعد المشاهدين نعد الكرام. أنفسنا علي. نعم. ونعد القيمين وإدارة القناة وكل القيمين على قناة الفجيرة وإذاعة الفجيرة أف أم أن نواصل مسيرة الاجتهاد والعمل دون كلل أو ملل، ونبارك لكل الموظفين هذا الإبرام هذه. نعم. الاتفاقية الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله القادم أجمل طبعاً عبر شاشة قناة الفجيرة. شكراً لك ليالي. بالتأكيد. شكراً لك. شكراً. مشاهدينا الكرام، منذ تأسيس الدولة عمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان على تأسيس قيم وأيضاً تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدة من الدول العربية التي تمتلك مكانة بارزة محليا وعالميا، حيث نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام محاضرة بعنوان زايد زعيم التسامح، قدمتها الدكتورة عاشة بالخير مستشارة البحوث بوزارة شؤون الرئاسة تزامنا مع قرب حلول عام 2019 عام التسامح. نشاهد معا هذا التقرير. في عام 2018 في عام زايد، وفي عام 2019 في عام التسامح، وإذا ركبنا 2019 على 2018 نستنتج أن زايد التسامح، وهذه هي الحقيقة على الأرض. زايد لم يكن رجلا عاديا على الإطلاق، زايد كان رجل التسامح، رجل البناء، رجل العطاء. هذا البناء وهذا العطاء الذي أعطاه للإمارات والذي أعطاه للخليج العربي وللوطن العربي وللعالم أجمع، هو الذي بنى هذا الوطن، هذه الدولة، وسميت دار زايد نسبة إلى الزعيم حكيم العرب وحكيم العالم الشيخ زايد طيب الله ثراه. طبعا من الأهمية بمكان أن نتكلم عن تاريخ وحضارة تراث دولة الإمارات، لا سيما في عام الشيخ زايد. نحن اليوم تبوأنا المركز الأول، جواز دولة الإمارات، أصبحت دولة الإمارات عاصمة العالم، يعني اليوم تحت متناول يدنا العالم هذا كله. فلازم نوعي الناس بالنموذج الفريد اللي بناه الشيخ زايد واللي أسسه، وعلى الأسس والقيم اللي نحن تربينا عليها. الناس لازم تعرف وننشر نحن ثقافة السلم وثقافة الأمن والأمان، وإن ناس مسالمين، وإن ناس عندنا قيم وعندنا مبادئ بناها الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه وطيب ثراه، ومشى على نهجه القيادة الحكيمة الله يبارك فيهم ويحفظهم إن شاء الله. فالتوعية مهمة،
والتوعية الحمد لله. لو ما كنا نحن طبعا نتكلم مش أنا أتكلم، جهود القيادة وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجهود كذلك الشيخ سمو الشيخ عبد الله الله يحفظهم كلهم، إنهم هم اللي فتحوا لنا العالم وخلوا تحت متناول يدنا. فاليوم العالم يينا ونحن نسير له على حد سواء يعني، لكن لازم نحن نترك انطباع وانطباع إيجابي في كل مكان نسير. فهم قائمين بالعمل وسهلونا الوظيفة، لكن هي مسؤولية، سلوكنا لازم يكون متوازي مع القيمة اللي نحن وصلنا لها. وهذا جهد جبار طبعا، ما يا من يوم وليلة، يا من كفاح ويا من شقاء ويا من تعب على إلى ما تبوأنا هذا المركز، فنشكرهم عليه. مشاهدين الكرام، أقبل عام التسامح حافلا بالمبادرات والفعاليات والجوائز، وذلك ترسيخا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في دعم قيم الوسطية والتسامح في هذا العام. وفي هذا السياق تنطلق اليوم الدورة 7 لجائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي التي ينظمها جامع الشيخ زايد الكبير برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. للتفاصيل طبعا أكثر عن هذه الجائزة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا أخوي علي، حياك الله معنا. أمسي عليكم وعلى متابعينكم بالخير، وعسى مساكم دوم نور وسعادة. الله يمسيك بالنور والسر ويطول لي في عمرك. يعني بداية أكيد نبغى نتعرف معك ومع المشاهدين عن هذه الجائزة فضاءات من نور. نتحدث بداية ما هو مفهوم هذا الشعار؟ صحيح، فضاءات من نور مثل ما نعرف احنا مركز جامع الشيخ زايد الكبير من المراكز الرائدة إن كان على المستوى الديني الثقافي والسياحي. وهذا المركز من اسمه يحمل رسالة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مؤسس الدولة طيب الله ثراه. جائزة فضاءات من نور بالتحديد هي عبارة عن جائزة تفتح المجال للمهتمين والمحترفين في مجال التصوير. طبعا المصورين والمهتمين في هذه هذا النوع من الفن دائما ما ينقلون زوايا ورسالات ومفاهيم من خلال الصورة. هذه الصورة فعلا تحقق رسالة ومعنى ومغزى كبير، يستطيع المشاهد يختصر يمكن محاضرات وندوات في صورة واحدة من خلالها يبث المتسابق أو المشارك الرسالة اللي إحنا نهتم فيها. نعم، نتحدث أيضا عن الأهداف بشكل عام من هذه الجائزة، ما هو الهدف؟ نعم، مثل ما قلت أنا جائزة فضاءات النور أطلقها مركز جامع الشيخ زايد الكبير في عام 2010. نعم. السنة إحنا نتكلم عن نسختها 7، وبدايات تأسيسها في الحقيقة حبينا ندعو المهتمين في التصوير. نعم. أنهم يزورون جامع الشيخ زايد الكبير. جميل. مع تطور الجائزة ارتئينا أن هذه الجائزة فعلا نستطيع من خلالها نركز على عناصر مهمة مثل الوطنية، مثل الانفتاح، مثل التعايش، مثل التسامح. فمن خلال هذه المسابقة نستطيع مثل ما قلت أن نركز على رسالة يتلقاها إن كان المجتمع المحلي أو المجتمع الخارجي، ومن خلالها أيضا نوصل رسالتنا إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف أنحاء العالم. نعم، مقبلين الآن نحن على عام 2019 عام التسامح، ما هي علاقة الجائزة بعام التسامح دكتور؟ بالضبط، هذا عنصر جدا مهم في الحقيقة. جامع الشيخ زايد الكبير من أهم المنابر اللي تعنى برسالة التسامح والانفتاح والتعايش. بعد إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 عاما للتسامح،
جاءت جائزة فضاءات من نور تحت العنوان الرئيسي اللي هو التسامح. لذلك الجائزة المجموعة الأولى تهتم في إبراز معنى والقيمة الحقيقية للتسامح. نعم دكتور، يعني ما هو دور أيضا الجائزة في دعم الحركة الثقافية في الدولة بشكل عام؟ جامع الشيخ زايد الكبير لا يخفى على الجميع أنه حصل لخمس سنوات متتالية ضمن أفضل ثلاث معالم على مستوى العالم. نعم. من خلال الزوار ومن خلال تسليط الضوء على هذا الجامع، يركز الجامع في الحقيقة على عدة مبادرات وأنشطة ثقافية متنوعة. نعم. فمبادرة أو جائزة فضاءات من نور تثري وتعزز هذا الجانب أو هذا الفن الذي مثل ما قلت له تأثير كبير على المتلقي. فالبرامج الثقافية أو مسابقة جائزة فضاءات من نور فعلا قاعد تعزز دور ثقافي مهم. وطبعا الجدير بالذكر أن بعد المسابقة أو الجائزة يتم تنظيم معرض مفتوح للصور الفائزة أو صور مختارة، ويتم تنفيذ معرض مؤقت ودائم ومتنقل على مختلف أنحاء الدولة. لكن أنا اللي أقول لكم اللي ما زار جامع الشيخ زايد الكبير، أدعوكم من خلال هذه أنكم فعلا تزورون الجامع وتشوفون المعرض القائم حاليا عن الصور عن النسخات السابقة. فعلا هي صور تبرز وتعزز الرسالة اللي تنقل رسالتنا احنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك سعاد دكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا بكم. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامجنا، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. تعد الظاهرة الإماراتية ثمرة من ثمرات تخرج مجموعة من طلاب الجامعات أو الجامعة المتميزين، حيث تم إنجاز تصميم فني يحمل محتوى علمي حول مكونات الإنجازات الإماراتية بالعمران والأرقام من خلال إحصاءات أو إحصائيات حول شتى القطاعات الأساسية في الدولة. وظهر التصميم والمحتوى العلمي على مجسم ذو أبعاد جمالية بمسمى سور الإمارات العظيم. والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اسمحوا لنا بأن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة في كلية المدينة الجامعية بعجمان، والأستاذة ياسمين محمد تيسير أسعد طالبة بكلية المدينة الجامعية بعجمان. حياكم الله معنا. أهلا وسهلا، سعيدين جدا بوجودكم. الله يسلمك. الله يحفظكم. حياك الله يا دكتور مرة أخرى، وأنت ضيف دائم معنا في برنامج 7 على 7. بداية طبعا ما شاء الله نحن نشوف اليوم أيضا إنجازات كثيرة للطلبة والخريجين بشكل عام. حاب أبدأ أكيد مع الأستاذة ياسمين والحديث عن هذا المشروع الظاهرة الإماراتية. ربما المستمع حينما يسمع هذا المفهوم الجديد لا يعرف محتوى، ما معنى الظاهرة الإماراتية؟ الظاهرة الإماراتية هو مشروع طلاب متميزين، مشروع فني لكن محتوى علمي. المشروع محتوى كان أرقام وعمران الحضارة الإماراتية. نعم. من خلال شتى القطاعات الأساسية، من خلال إحصاءات مثل الصحة، الاقتصاد، التعليم، الابتكار الحكومي، المؤشرات التنافسية، وجمعنا هالمحتوى كامل وعرضناه بتصميم فني له أبعاد جمالية بمسمى سور الإمارات العظيم. جميل جدا دكتور، راح فيك مرة ثانية، وأنت ما شاء الله عليك يعني متابع ومشرف لعدة من أو عدد كبير من الطلبة في مشاريعهم الإبداعية. طبعا نبغى أكيد نعرف المشاهدين بطريقة أيضا علمية استكمال لما بدأت فيه الأخت ياسمين عن هذا المشروع.
الحقيقة أنه سؤال جميل للغاية بيتعلق بالبعد العلمي. نحن نعم. لما بدأنا هكذا نوع من المشاريع لم نخرج عن السياق الأكاديمي. نعم. بكلمات أخرى نحن دائما ندفع بتلك المشاريع غير المألوفة غير التقليدية من رحم الاختصاص. فنحن على سبيل المثال الحصر المشروع اللي متواجد أمامكم يتعلق بجوهر عمل العلاقات العامة والإعلان، الإعلان من خلال تصميم ذو البعد الجمالي، العلاقات العامة من خلال تلك الحملة، حملة العلاقات العامة المتكاملة التي أردنا منها أن نكون جسر ما بين إدارة الجامعة والطلبة السوسايتي تبع الكلية، كلية المدينة الجامعية بأجمل، وما بين كل الجمهور الداخلي والخارجي. نعم. بمعنى نحن أردنا أن نصور هذا المشهد ذو البعد الجمالي عن مكونات الإنجاز الإماراتي الذي لا يخفى على أحد، من حيث وضعنا تلك الأرقام التي تميز ما وصلت إليه الحضارة الإماراتية إلى جانب الأيقونات العمرانية كما نرى في هذا التصميم. أيقونات عمرانية وتلتصق بكل أيقونة من تلك الأيقونات أرقام تعطينا مشهد عن كيف وصلت الإمارات إلى ما وصلت إليه. على سبيل المثال إذا أردنا مجسم الجامعة، الجامعة التي ننتمي لها، وضعناه ووضعنا معلومة ذات صلة حيوية بهذا التصميم اللي هو عدد الجامعات في الإمارات، عدد المدارس في الإمارات وغير ذلك. إذن تلك الإحصاءات هي التي نعتبرها محتوى علمي للتصميم الجمالي في الكلية. جميل. طبعا نحن حاليا نشوف أمامنا هذا التصميم الجميل، ولكن خلف هذا التصميم أيضا هناك دراسات وهناك مشروع كامل بطريقة علمية مقدم، وهذا هو شعار هذا طبعا المشروع. نحن بنتكلم عن تفاصيل ما وراء هذا الشعار، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونواصل، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، واكيد مع ضيوفنا الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامه في كليه المدينه الجامعيه، والاستاذه ياسمين محمد تيسير اسعد طالبه بكليه المدينه الجامعيه، للحديث اكيد عن مشروع الظاهره الاماراتيه. كنا نتحدث عن طبعا هذا المجسم الذي نراه امامنا، ما هو الا جزء بسيط ونتاج من المشروع الضخم اللي اشتغلتوا عليه. وسؤالي كان موجه لك استاذه ياسمين، ما هو خلف هذه النتيجة؟ ما هي الجهود التي عملتم عليها؟ من هو الفريق الذي عمل معا جنبا إلى جنب للخروج بهذه النتيجة الراقية؟ نحن كنا فريق من 16 طالب، كان لكل طالب طبعا دور في هذا المشروع، لكن بتحدث عن دوري أنا بشكل خاص. كان دوري بتقسم لثلاث محاور. المحور الأول كنت تابع عملية تدقيق المحتوى العلمي اللي بده يتموضع على المجسم اللي هي من عدد المؤسسات الموجودة. ثاني دور كان إلي اللي هو تنسيق كتيب تم تقديمه للجمهور أثناء الاحتفالية. ثالث دور اللي هو شرح عام عن المجسم أمام الجمهور أثناء الاحتفالية. جميل جدا. وأيضا هناك جهود لطلبة آخرين شاركوا معاكم، أكيد نوجه لهم تحية وجهود يعني جبارة، وتكاتفكم طلعتوا بهذه النتيجة. نحن أكيد نكمل معاكم مشاهدين ونشوف معاكم هذا التقرير عن المشروع.
شاء الله. طبعا نشوف شفنا معكم دكتور وايضا الاستاذه ياسمين في ختام الفيديو هذا المشروع الجميل، صور الطلبه اللي شاركوا ما شاء الله في هذا المشروع. دكتور يعني دكتور محمد اكيد اعود لك ونبغى نتكلم عن ما هي الخطوط العريضه لهذا المشروع. لا شك بأنه المشروع يمكن أن نستقي من مسمياته الكثير من تلك الخطوط العريضة. نعم. بمعنى عندما قلنا الظاهرة الإماراتية قلنا بأن هناك قفزة نوعية في أزمان قياسية وصلت إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبعة إلى هذا الإنجاز، ومن ثم سور الإمارات العظيم. لماذا سور الإمارات العظيم؟ لأننا وضعنا كل من تلك الأرقام التي وصلت إليها، تلك الإنجازات لم تصل إليها دولة الإمارات من فراغ، وإنما من خلال الكثير من تلك المكاسب والامتيازات التي وصلت إليه. هذه الأرقام شكلت مع الأيقونات العمرانية هذا الشكل اللي شفناه، وكأنه بالفعل سور الإمارات العظيم كيف وصلت. إذن نحن نتكلم عن ظاهرة إماراتية، نتكلم عن سور الإمارات العظيم، يشكلان مع بعضهما تكامل لما يمكن أن نقول عنه الحضارة الإماراتية. إذن مشهد ذو بعد جمالي، نريد دائما ونحن في زمن الجمال لا نستطيع إلا أن نقدم شيء يستقطب أعين الناظرين. هذا المشهد الجمالي يختصر إلى حد كبير أبعاد الظاهرة الإماراتية من خلال الأرقام والعمران. جميل جدا. أستاذة ياسمين، أكيد كل طلبة في نهاية تخرجهم يقومون بمشروع لكي يستفيد أيضا المجتمع، وأيضا طلبة يعني اللي سيعقبون إن شاء الله أو القادمين إن شاء الله إلى التخرج الاستفادة أيضا من هذه المشاريع. ما هي أوجه الاستفادة التي وضعتموها في عين الاعتبار للجمهور الداخلي في الجامعة والخارجي؟ أولا عن آخر، كان المشروع هو عبارة عن حملة علاقات عامة بمستوى عالي. نحن من خلال هالحملة قدرنا نقدم النهضة الإماراتية، نحن كطلبة علاقات عامة قدرنا نقدم صورة ذهنية. نعم جميل، صورة ذهنية. الحين أكيد عندنا مداخلة من الأستاذة مريم حسن البلوشي، طالبة بكلية المدينة الجامعية، نرحب فيها وهي مشاركة أيضا في هذا المشروع. حياك الله يا مريم. أهلين أستاذي فاضل. الله يطول في عمرك، سعيدين جدا بمداخلتك معنا، وأنت ما شاء الله عضو فاعل في هذا المشروع. حدثينا عن روح فريق العمل الواحد، كيف كان التكاتف لإظهار هذا المشروع بهذه الطريقة المتميزة؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، أشكر تلفزيون الفجيرة على إتاحة نحن كطلبة كلية المدينة الجامعية وبالأخص بكالوريوس العلاقات العامة هاي الفرصة الرائعة يعني. انزين، اول شيء نحن كان عندنا التكاتف من بدايه المشروع، كان عندنا بدينا اول شيء بجلسات العصف الذهني. نعم. فكلنا الحمد لله متكاتفين، كل واحد كان له دور فعال. اللي كان في مثلا الديزاين كان معانا في الجروب، اللي كان مثلا اللي عنده مثلا الخبره الاداريه كان معانا ايضا، واللي عنده خبره الاتصاليه بعد كان معانا. فاشتغلنا كلنا بروح الفريق الواحد، يعني ما كان عندنا ان هذا رئيس الفريق او هذا كان مثلا المشرف، وجزاه الله الخير الدكتور. نعم. فراس كان معانا ايضا بهالموضوع، وما حسيت ابدا انه هو دكتور، كان ويانا فعلا عضو فعال بعد. نعم جميل. دورك استاذه يعني مريم في هذا المشروع، خبرينا عن دورك المحوري. الدور المحوري مثل ما قلت ان احنا كان الجروب كان اكثر من فريق، في الجروب نفسه كان في اكثر من فريق، فانا كنت ماسكه وفريق الاتصال اللي نحن نتواصل فيه مع الجهات المعنية. المحور كان يتصل من الجهات المعنية، نجيب المعلومات الأساسية من هاي الجهات، نسوي مثلا بعد المعلومات المتعلقة بالمحتوى العلمي للمشروع. عرفت، مع أني رئيس الفريق كنا متابعين هالموضوع، كنا العملية الاتصالية كانت وايد مهمة جدا في نجيب المعلومات والمحتوى العلمي للمشروع. نعم أكيد ما شاء الله بعد نجاح الجميل في هذا المشروع. خبرينا عن طبعا كان هناك فعالية ويعني بخصوص هذا المشروع، خبرينا عن الانطباع بشكل عام، الانطباع على مستوى الطلبة، على المستوى العائلي والاجتماعي.
أستاذ الفاضل، المشروع كان يعني مثل ما تقول كل بالنجاح الكبير. نعم. ونحن نفتخر أنه كان لديه انطباع جدا كبير في حياتنا الاجتماعية والمهنية يعني وايد. نعم. أول شيء مثل ما تقول أنا حرمة متزوجة وعندي عيالي ما شاء الله، الله يحفظهم، فلازم أكون الله يسلمك لازم أكون لهم قدوة. فكانوا حاضرين معايا وشافوا إنجاز والدتهم، عرفت، وطبعا خذوه كفكرة أن أمنا أنجز هالشيء، فأثر فيهم وايد. جميل. عرفت، وعندي غير زملائي اللي حضروا بعد في اللي كانوا معاي في الدوام، فشافوا أني أنا زميلتهم قدمي شيء من هالنوع وشيء مبهر بهالشيء يعني، فكان مثل ما تقول أثر انطباع جدا حلو في جميل. في محيط عائلتي، في محيط أصحابي في الدوام، في بين زملائي نفسهم. جميل جميل جدا، نحن سعيدين جدا فيكم ونفتخر اكيد فيكم، يعني فعلا فريق متميز وانتاج رائع تفيدون به الجميع. شكرا لك الطالبه مريم حسن البوشي، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، يعطيك العافيه. يعني فعلا دكتور نفتخر بمثل هذه يعني الطاقات الشابه للاستاذه يعني مريم، ما شاء الله عليها أم لأطفال وأيضا موظفة في نفس الوقت وأيضا طالبة، وأبدعت مع هذا الفريق الرائع في هذا المشروع. يعني اليوم هي مثال لطبعا كثيرين من الأمهات في المنزل. كلمة بهذا الخصوص دكتور، يعني ما يعني نبغى نوضح للمشاهد أنه ما في معوقات أمام طالب العلم في الإمارات، الحمد لله رب العالمين. قولا واحدا، نحن عندما نستذكر تلك الكلمات الجميلة بدءا من الشيخ زايد طيب الله ثراه حول صنع الإنسان، نعم، ومن خلف الشيخ زايد وصحبه، نعم، رئيس الدولة نائب رئيس الدولة ولي العهد، عندما يتكلمون عن تحفيز المواطن الإماراتي ودفعه باتجاه التميز، مساندته، كل من تلك الأمور يجب أن نستلهم منها ما يجب القيام به مع كل من يتواجد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ووافدين. لذلك نحن أنا دائما كنت تواق أنه ما يخرج الطالب من حياته الجامعية بدون بصمة حقيقية. نعم. هاي المشاريع اللي نحن سويناها، ويمكن حضرتك مطلع على عدد منها بحكم أنكم استضفتمونا من أجل الحديث عنها، وهذا امتياز كتير كبير عم تقدمه قناة فجيرة لدعم المشاريع الطلابية في إطار المسؤولية الاجتماعية، أقول ذلك بدون مجاملة. مطلع كيف أنهم يفخرون عندما ذهبوا باتجاه الحياة العملية، يفخرون بمشروع تخرج توجوا به حياتهم الجامعية. نعم. وبدون ما يكون شيء تقليدي ملزمة بحث تخرج قد يكون متواجد على الرفوف وليس له هذا القلق. إذن نعم. نحن نستلهم من قادة الدولة أننا يجب أن نساهم في صنع الإنسان، وهكذا يمكن صناعة الإنسان من خلال إلهامه تحفيزه. البداية هي فكرة رائدة نضعها موضع التنفيذ، وتكون هناك آليات للتنفيذ لتصبح ابتكار ثم إبداع، وهذا ما فعله طلبتي وأفتخر بهم. جميل دكتور. أستاذة ياسمين، أكيد خلال هذا المشروع يعني والنجاح فيه هناك مدارك أخرى تنفتح لدى الطالب ولدى الخريج، ما هي المشاريع القادمة التي ربما ستعملين عليها إن شاء الله مستقبلا بعد هذا النجاح؟ أكيد أنا بعتبر مشروع التخرج هو بداية نجاح لي، وأكيد بعد مشروع تخرجي ما راح أتوقف أبدا، لكن تطوري بالناحية العلمية والعملية راح تكون إن شاء الله بالمستقبل. ما راح بإذن الله توجهات أخرى راح يكون في عندها إن شاء الله. مساء سعيد الحياة المهنية. نعم. بستوقفني هذا الموضوع، بتحكي لنا لو سمحتي عن موضوع المدير اللي. نعم. أكيد أنا أكثر شيء يعني شجعني من بعد عائلتي والدكتور فراس، هو أنا لما طرحت الفكرة أو لما عرف مدير شركة عجمان للعجمان الإلكترونية بالمشروع التخرج حب إنه يكون راعي رسمي لهالمشروع. جميل. لما عرف أبعاد المشروع المحتوى العلمي للمشروع. جميل. يعني هناك دعم إن شاء الله لكم أنتم كطلبة من خلال طبعا مثل ما ذكرتي بعض المهتمين بهذا المجال. شكرا لك، نحن سعيدين جدا بوجودكم اليوم معنا. لكن دكتور قبل لا نختم نبغى نتكلم عن ايضا استوقفني موضوع اللي هو العناوين اللي شفناها في الفيديو. صحيح. كانت هناك عناوين وتذهب الى مثلا المتاحف، المساجد، الصحة ايضا الابراج. صحيح. ناطحات السحاب. يعني خبرنا عن
يعني هذا الموضوع والحديث عن يعني اختيار العناوين بطريقة مبتكرة وتوزيعها على هذا السور الجميل الذي نراه. الحقيقة بدي انطلق من الكلمة الجميلة اللي ذكرتها حضرتك حول الابتكار. الدولة تدفع بكل من يتواجد على أرضها من أجل الابتكار، لذلك كان لزاما علينا أن نستخدم بعض العناوين المبتكرة. وبالفعل هي عناوين مبتكرة لم يحصل أن استخدمها أحد قبلنا من أجل أن ننعت به مشروعنا. هلأ نحن عندما صنفنا وكان الطلبة الحقيقة كل دور وقد يدهشك ماذا يمكن أن تفعل من خلال هؤلاء الطلبة، كل واحد منهم كلف بدور يتعلق بمعلومة حتى تكون المعلومة سليمة، لأن هذا المحتوى العلمي هو ما يميز المشروع الأكاديمي. وكل معلومة تم التدقيق حولها من قبل طالب من الطلبة، ومن ثم فيما بعد كانت ياسمين هي المدقق النهائي حتى لا يكون هناك لبس. بطبيعة الحال قد يعذرنا المشاهد إذا كان هناك ممكن بعض الأرقام التي ليست بالدقة الشديدة، لأن هذا هو مشروع علمي وسوف يحاسب كل شخص حول هذه المعلومات التي حصل عليها، ولكن معظم تلك المعلومات لم يكن كل تلك المعلومات تم الحصول عليها من قبل المؤسسات المعنية. على سبيل المثال إذا نسأل عن عدد الجامعات كنا نلجأ إلى وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، هيئة المعارف، أيا كان من المؤسسات التي هي معنية بالدرجة الأولى. وهنا أعود لأقول تعقيب على كلمات حضرتك بأن بدءا من إدارة الجامعة انتهاء بكل تلك المؤسسات التي تواصلنا معها كانت منفتحة للغاية من أجل التعاون، تريد بكل ما أوتيت من قوة أن تساهم في هذا النشاط الطلابي. إذن بالفعل كل مؤسسات الدولة مشكورة بدءا من مؤسسة الأكاديمية التي ننتمي إليها مرورا بكل تلك المؤسسات التي تكلمنا عنها، وأولا وآخرا دولة الإمارات التي تدفع باتجاه الابتكار وتدفع باتجاه التقدم الابتكار. أنا أيضا أرجع ويعني ما ننسى أكيد الأخوة اللي شاركوا في هذا المشروع. نحن ما شاء الله نتكلم الطلاب تقريبا عددهم 16 كلهم. ما ادري اذا حابه توجههم كلمه استاذه ياسمين. اكيد انا بديت مع هالطلاب بالذات من 4 سنوات ما شاء الله، كنت معهم بجميع مراحلي وكنا متعاونين بالفعل مثل الاخوه. دائما تعاون علمي سواء او عملي او صداقه ايضا. بالضبط. فنهيتوا مشواركم الدراسي بهذا المشروع الحمد لله وحصلتم على هذا التميز، نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا. شكرا لكم طبعا الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة في كلية المدينة الجامعية بعجمان، والأستاذة ياسمين محمد تيسير أسعد طالبة بكلية المدينة الجامعية بعجمان، شكرا جزيلا لكما، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام التفكير الإيجابي هو الوسيلة الأولى والأخيرة لمواجهة كافة الصعاب وكافة طبعا التحديات التي تواجه الفرد على المستوى الشخصي أو على المستوى العام. وفي هذا الموضوع طبعا نظم الديوان الأميري بالفجيرة محاضرة بعنوان نبض إيجابي، تهدف طبعا هذه المحاضرة لنشر التفكير الإيجابي من تقديم الأستاذة موزة الهاملي المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية بوزارة شؤون الرئاسة، وبحضور ما يقارب 150 فرد من العاملين بالمؤسسات المختلفة في الإمارة. المزيد ضمن هذا التقرير. احنا نظمنا اليوم ورشة نبض إيجابي لموظفين جميع موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة من تقديم الأستاذة موزة الهاملي رئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في وزارة شؤون الرئاسة. احنا في الديوان الأميري نحرص سنويا ان احنا ننظم عدد من المحاضرات وورش العمل للموظفين في حكومة الفجيرة لنشر ثقافة السعادة والإيجابية والرفاه في بين الموظفين الحكومة،
ولتعزيز أساليب نشر السعادة وخلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية. الحمد لله الحضور اليوم كان جدا كبير، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادات في هذه الجهات المحلية والاتحادية على أن يتعلم موظفينها أساليب خلق بيئة العمل السعيدة، وحرصهم أيضا على تعزيز السعادة في بيئة العمل. اخترنا الأستاذة موزة الهاملي لإلقاء هذه الورشة لأن كانت لنا تجربة ناجحة جدا معها العام الماضي في ورشة اليقظة الذهنية نحو عالم أكثر سعادة، لقت قبول وتجاوب كبير جدا من المشاركين، والحمد لله استضفناها للمرة الثانية عشان نستفيد أكثر من خبرتها الطويلة لمدة 20 عام في العمل المؤسسي والحكومي، وخبرتها أيضا في مجال السعادة والإيجابية. اليوم أنا موجودة في إمارة الفجيرة لمشاركة موظفين الحكومة عن محاضرة بعنوان نبض إيجابي، 10 خطوات نحو السلوك أكثر إيجابية في الحياة. بشكل مختصر نتكلم عن تأثير تبني الفرد للسلوك الإيجابي وتأثيره في حياته على جميع الأصعدة، سواء كانت في العمل أو سواء كانت في المنزل أو حتى على مستوى حياته الشخصية. ما مدى تأثير أن الشخص يتبنى هذا السلوك في أنه بيلاقي أنه صارت فيه تطورات بسيطة ومستمرة في حياته تساعد على أن يكون أكثر سعادة وأكثر بهجة، وتجعله يتعاطى مع ضغوطات الحياة بشكل أكثر سلاسة وأكثر سهولة وأكثر تقبلا. نرى أن الكثير من الأشخاص يمكن تواجههم بعض الضغوطات أو بعض التحديات في العمل وحتى في الحياة الشخصية أو في الحياة بشكل عام، ونرى أنه ينهار أو على طول يتبنى وجهة نظر سلبية بأن مثلا أنا شخص، ويقيم نفسه بأن مثلا شخص عديم الحظ أو شخص أنه ما له علاقات جيدة مع الآخرين أو أنه غير محبوب من الآخرين، ويمكن يكون هو عكس ذلك، يمكن بالعكس أنه مجرد أنه يتعلم تغيير وجهة نظر بسيطة ممكن أن تغير له الموقف بشكل تماما مختلف. جميلة ورائعة. مشاهدينا الكرام، طبعا قصص كثيرة تنسجها عذوبة نغمات الناي ووحي دلالاته، وأكيد بعضها يرتبط بالحزن والبعض الآخر يرتبط بالفرح. وتعد آلة الناي من أقدم الآلات الموسيقية وأبرزها طبعا، وتعد شيء أساسي من النسيج الموسيقي، ولذا لا يخلو منه التخت الموسيقي الشرقي، ولا تكاد أي فرقة موسيقية تخلو من عازف الناي. لما لهذه الآلة من صوت رقيق إلى جانب قدرتها على التأقلم مع السلم الموسيقي. وعشان نتعرف أكثر على هذه الآلة وطرق العزف الخاصة بها، اسمحوا لنا بأن نرحب بضيفنا في الاستوديو الفنان وعازف الناي خالد جاسم الزبيدي. حياك الله أستاذ خالد. حياك الله. أهلا وسهلا. سعيدين جدا بوجودك. بارك الله فيك. أمتعتنا ودخلتنا في جو بعيد يعني من هذا المكان. بداية نتحدث عن آلة الناي وتاريخها، ويعني خلنا نقول هناك يعني لها تاريخ حتى من آلاف السنين، نتحدث عنها. نعم، هي آلة الناي آلة يعني مغلية بالقدم، قديمة جدا.
يكاد تاريخا ما يكون محصور. إمتى؟ يعني تم اكتشاف الناي لما كان القصب ينكسر والريح يدخل بالقصب ويعمل صوت الصفرة. نعم. فهون نعم. صارت الناس ينتبهوا إنه هذا في شيء. صاروا يستخدموا ويعمل. وبعدين تطور من يعني من قصبة بدون ثقوب لثقب وثقبين وثلاثة وأربعة. وهلأ هو مشكل يعني بكل بلد في آلة فلكلورية أو تراثية يعني فينا نسميها متعددة الثقوب. هلأ شكلها بتشبه الناي ولكن هي ما لا ناي. هاي مش ناي. نعم. هذا مش ناي يعني؟ هي ناي. نعم. هلأ اللي معنا اليوم نحن هذا ناي. نعم. الناي بيمتاز بأنه له ست ثقوب من الأمام وثقب من الخلف. نعم. تمام؟ هل هناك مثلا من دولة لدولة أخرى يختلف الناي، تختلف الثقوب؟ الشكل الحجم الناي بالشرق الأوسط هو يعني واحد. دول الشرق الأوسط دول عربية تركيا مثلا يعني كل البلاد اللي بتعزف شرقي. نعم. فهذا الناي هو ناي واحد يعني ما بيختلف. هلا ممكن في اجتهادات جديدة يعني العازفين والفنانين والناس اللي مهتمة كتير بهالموضوع عم يحاولوا أن يطوروا على الآلة مثلا. يعني في عازف الناي بدولة مصر الشقيقة يعني توفى الله يرحمه هو نعم. محمود عفات فحاول انه يعمل مفتاح زيادة. نعم. يعني يعمل له مفتاح زيادة فبيكسب علامات زيادة. نعم. بالعزف. جميل. اما الناي هذا شكله. نعم. يعني هذا شكله المعتمد بأيامنا. جميل. يعني الطرق المثالية للعزف يعني أستاذ خالد كل شخص طبعا وإحساسه وطرق وطريقته الخاصة، ولكن نعم. هل هناك أساسيات للعزف على الناي؟ نعم. هلأ من شروط العزف على الناي هي أول شيء أول ما بيبدأ العازف يتعلم على آلة الناي بيمر برحلة تقريبا طويلة وصعبة شوي بالبداية لحتى يطالع صوت الصفرة النقي والصح، فهذا بياخد معه وقت كتير. يعني ميكانيكية العزف على الناي تعتمد على النفخ. على النفخ. نعم. على النفخ بزاوية محددة. هون يعني بطرف ال يجب أن يكون جزء من طبعا. نعم. بزاوية محددة قريبة من زاوية 45 تقريبا. نعم. ولكن نحن عاملين ل نميلها قريبا عاملين لميزة بحيث أنه مثلا أنا بحط الناي هيك وإذا أغمضت عيني اليمين لازم شوف من أنفي كيف تستخدم البارودة. أوكي. نعم نعم. جميل جميل. أوكي. فبشوف نهاية القصبة رائع بهالزاوية هي بيطلع صوت الناي. جميل. نحن طبعا ما نتحدث عن الناي وفي أغنية مشهورة طبعا أعطي الناي وغني. نعم. نحن نبغى نسمعها حاليا أكيد. حاضر. مع طبعا مع الإيقاع خلنا نسمعها إن شاء الله معاك ومع المشاهدين. حاضر. الله يحفظك.
الله الله الله، ابدعت ابدعت استاذ خالد فعلا، يعني عزف رائع ولا يوصف بصراحه. شكرا لك على هذا الابداع وهذا وهذه المشاعر. طبعا نحن برجع واتكلم عن بعض العزف، سبحان الله. نعم. في الاله مشاعر الفنان تكون متواجده، والبعض الاخر ربما يكون يعني كتكنيك هو قوي جدا. نعم. ولكن لا يعطيك تلك المشاعر، اهميه. نعم. الشعور في العزف استاذ خالد. هلا هي طبعا كله بيلحق الموهبه يعني. نعم. الحقيقه احيانا يعني في ناس بيحبوا يتعلموا موسيقى برستيج، يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك، فهذا بيتعلم وبيعزف وكل شيء، بيسمعك شيء حلو، ولكن ما يعني موضوع الاحساس عنده راح يكون شوي خفيف. هلا هو الاحساس بيصدقك انت لما بتعزف على الاله بتتناولها، يعني مثل حضرتك ما شاء الله عليك على هالتقديم الحلو، الله يحفظك، ويعني برنامجكم حلو كذا، فهذا كلياته كمان نابع من احساسك انت الذاتي. نعم. يعني انت حابب شغلك وبالتالي عم تعطي من احساسك. اكيد الحب مهم جدا في بالذات يعني الصدق في في المشاعر مع الالات الموسيقيه. استاذ خالد يعني نتكلم عن تاريخك انت استاذ خالد، اول مشاركه لك كانت في العزف وبداياتك مع هذا المشوار. والله بداياتي بالموسيقى انا كنت صغير بمرحله ابتدائيه الحقيقه. نعم. ومن وقتها كان أخي مسافر لبلد أجنبية عم يدرس، ولما رجع جايب معه فلوت خشبي، فأنا حبيته هذا، ما بعرف كيف يعني أحيانا بيكون هو عند الإنسان يعني هذا الحس أو الحب للفن للموسيقى للرسم، هذول كلهم بيكملوا بعضهم، يعني هذا شيء موجود عندك بدون ما حدا يقلك عليه. يعني فالأهل المفروض يكتشفوا هذا الشيء. نعم. بيطوروه. تمام. فأنا لقيت حالي كتير حبيت هالآلة هي، مسكتها وصرت يعني العب فيها واتمرن عليها شوي شوي. نعم. خلال فتره صار يطلع معي موسيقى ما شاء الله، يعني بالفرصه مثلا كانوا الاساتذه بالباحه يحطوا لي كرسي بيناتهم ما يخلوني العب مع زملائي ما شاء الله فاقعد اعزف لهم موسيقى وهيك، يعني ما شاء الله. من لما كنت صغير. نعم. ولكل اله خصوصيه استاذ خالد. نعم. ما هي الخصوصيه التي طبعا تمتلكها اله الناي؟ اله الناي هي اله احساس، أول شيء آلة جميلة جدا، وهي آلة بالفرقة الشرقية آلة تزيينية. نعم. بتزخرف العزف. نعم. وبتجمله، يعني لما بيكون آلة الناي موجودة بالفرقة فبتحس أنت بتشعر كمستمع أنه يا أخي والله الشغل حلو، يعني صوت الفرقة حلو، فهي من خصوصيتها يعني نقل الإحساس من داخل العازف، لأنه تتعامل مباشرة مع نفس العازف وبتجمل الشغل الموسيقي الفرقه، زائد ان اله اساسيه هي. نعم. وممكن لا انا يعني في لنا تجارب، نحن عزفنا مع فرق اجنبيه وعزفنا يعني بغير بلاد، فهي كآلة انا بعتبرها كامله. نعم. المواصفات. ما انك ذكرت استاذ خالد. نعم. مشاركتك ايضا مع فرق عربيه واجنبيه، خبرنا عن المشاركات مع كبار الفنانين، مشاركاتك انت. والله هلا يعني تاريخ الفرق المعروفه في الوطن العربي يعني. نعم. ان شاء الله هيك يعني المرحوم وديع الصافي يعني اشتغلنا فيه، كان لنا بدبي تسجيلات قديمه ما شاء الله. الفنانين كثر ما شاء يعني الله، يعني كثار. اي والله الله يعطيك الصحه والعافيه، رحله طويله. الله يحميك. زين نبغى نسمع شيء منك الان. حاضرين. ما بنشبع اليوم لنا. الله يخليك، بارك نسمع الله. نسمع وعزفك الرائع. الله يخليك. حسمعك شيء هيك في شوية إحساس من مقام الصبا. يا سلام. الله الله، فعلا
معزوفة رائعة، وأيضا ربما هي المعزوفة أو مشابهة لها كنا نسمعها دائما يمكننا صغار. نعم. كانت موجودة، فأقول هذه المعزوفة يعني كانت في وجدانها. موسيقى تصويرية للمسلسلات. ايه بالضبط بالضبط. بلحظة حزن تسمع صوتنا. كانت هي هذه النغمة الرئيسية. نعم. في كافة. نعم. المسلسلات وخاصة البدوية يعني. صح. كان الناي حاضر في هذه المسلسلات وبداية الدراما العربية بشكل عام. يعني أستاذ خالد، ظاهرة أيضا العزف في الأماكن العامة في المجتمع الشرقي ربما ليست منتشرة كثيرا كما نراها في الغرب عندما نسافر، لماذا تتوقع أستاذ خالد؟ طيب هلأ هون أنا والله في إلي عتب. نعم. هلأ في إلي عتب وفي إلي كمان حالة شكر هلأ راح أحكي لك. نعم. خلينا نبدأ بالشكر. نعم نبدأ بالشكر. أول شيء يعني خلينا نبدأ، أنا يعني دبي سباقة ودائما يعني هلأ مثلا برنامج الثقافة والغناء والكذا. نعم. يعني هذا الشهر اللي هو فيه هلأ بتدخل لمطار دبي بتلاقي عازف ناي عم يعزف. نعم. بالسوق الحرة فوق يعني ما شاء بالمطار. الله شايف؟ بتدخل بتلاقي عازف بيانو عم يعزف، بتدخل بتلاقي عازفة هارب عم تعزف. شوف قديش حضارية وشغلة حلوة. صحيح. ليش نحن لحتى نحارب هذا الشيء يعني؟ نعم. لا قينا نحن يعني القائمين والمسؤولين مفروض يهتموا. الموسيقى. صحيح. هي مرآة البلد. فكرة جميلة والله. يعني طبعاً. نعم. طبعاً شيء حلو. وين المانع؟ ما في مشكلة أخي، تفضل عود عزيف اشتغل وين ما بدك، وين مشكلة؟ نعم. هذا العتب، وين الإيجابية؟ لا هذا الإيجابية. 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 هلا موجود يعني. نعم هلا. نعم. موجود. نعم. يعني هلا مثلاً تدخل. نعم. بتسافر من مطار دبي بتلاقي حدا عم يعزف لك موسيقى جوا. بتلاقي الناس مبسوطين. يعني إنه ممكن فكرة يعني. نعم. والعتب كمان كان بنفس الإجابة إنه مفروض القائمين هن يدعموا هذا الموضوع. صحيح. ويشجعوا الموسيقيين يشتغلوا وكذا. ليش؟ ما في شيء اسمه ممنوع. موسيقى حلوة كل. نعم. الناس تحب الفن. صحيح. طفل خاصة عمره شهر بتعزف له موسيقى بيسمع يهدى. صحيح. وبينبسط. صحيح. نعم. وأيضا نحن اليوم الموسيقى العربية سبحان الله بين كل يعني الثقافات الموسيقية العالمية نمتلك أجمل المعزوفات وأيضا. نعم. أجمل المساحات. نعم. بشكل عام. نعم. ولكن يجب أن نحن نتبنى أو مش نتبنى، هذه ثقافتنا يجب أن نظهرها ويعني نوصلها للعالمية. أستاذ خالد، يعني المهرجانات أكيد الموسيقية لها دور كبير أيضا في تعزيز. نعم. ثقافة الموسيقى لدى المجتمع بشكل عام. نعم. نعم. كيف تساهم مثل هذه المهرجانات بهذا الشأن؟ هي المهرجانات يعني كتير بتساعد على انتشار الموسيقى الشرقية، بتساعد مثلا الموشح. هلا مثلا ببلادنا نحن دائما في مهرجانات موسيقيه للطرب الاصيل. يعني تساعد على انتشار الموسيقى. نعم نعم. شيء حلو حضاري كثير جميل. نعم. انا برجع، ولكن الدوله قائمه يعني هي مثلا وزاره الثقافه مسؤوله عنها. ما شاء الله. بتعمل بتقدم مهرجانات وهناك عندنا ما شاء الله معاهد حكوميه منها بيت العود العربي والكثير. نعم. منها الحمد لله عندنا هني. نعم. في الفجيرة أكاديمية الفنون الجميلة، أكاديمية الفنون الجميلة موجودة أكيد. صح. في الفجيرة وهناك. صح. إقبال كبير ما. صح. شاء الله, ما شاء الله عليكم. وهذا دليل على التعطش المجتمعي لدى الفن. صح. أستاذ خالد، طيب يعني هناك أيضا موضوع استوقفني ما شاء الله، نحن دائما نشوف عازفين ناي شباب أو ريايل. إيه؟ ليش العنصر النسائي مش موجود؟ هل الموضوع مرتبط بنفس أو شيء أو شو بالضبط؟ والله مو كتير يعني أنا بظن هلأ في عنصر نسائي ولكن قليل العدد بيعزفوا عن ناي. لماذا تتوقع؟ ليس هناك سبب محدد؟ ما في سبب محدد. هلأ مين بيمنع؟ اليوم يعني المرأة تقود الطائرة والمرأة وصلت للوزارة. نعم. عارف كيف؟ يات على الناي. شو بيمنعك تعزفي عن ناي؟ هل بتعزف عود؟ ليش ما بتعزف ناي؟ إذن هو يعني بس ما في أي هو في ناحية أستاذ. نعم. يعني الناي كآلة هو في صعوبة شوي. بس بالبداية يعني لبين ما يتعلم العازف. نعم. فهذا بياخذ معه وقت وجهد. يعني تركيز الرجل على الناي يمكن يكون أعلى أحيانا، ممكن في تصميم أكثر. يمكن يعني ما فينا نربطها هي. نعم. ما لها علاقة يعني، ولكن في صعوبة عن باقي الآلات. أنا بعزف كمان. يعني بعزف كمانجا وكمان يعني الناي ما شاء الله عليك. ولكن الناي الحقيقة لما بديت أتعلم عليه حسيت حالي تورطت يعني صعب. نعم. شوي، ولكن بعدين مشي الحال. ما
ما شاء الله. طيب أنا أبغى أتكلم أيضا أكثر عن تفاصيل دقيقة في إنه معروف إنه أكيد لكل قصبة يعني علامة موسيقية معينة أستاذ خالد، نشرح هالشيء شوي بطريقة نسهلها على المشاهد. تمام تمام. هلا دائما بنشوف عازف الناي بياخذ معه طقم النايات، يعني مش قصبة واحدة ورايح مش على حفلة أو كذا وبدأ يعزف مع فنانين. هلا ليش بياخذ معه طقم نايات؟ نحن مثل هذا السؤال بعد، ليش ما أخذ معك أكثر من قصبة؟ بالضبط. نعم. نحن اليوم مثل ما أنا شايفين هناك أكثر من ناي معك. هناك أكثر من ناي. كل ناي من هذول أستاذ هو له علامة موسيقية وله اسم. نعم. يعني مثلا شو هي العلامات؟ ما الفرق بين هذا علامته سي. نعم. هذا علامته الدو. هذا علامته الري. نعم، نعم، نعم. تمام. هون علامته المي مثلا. فهمتك. والفا والصول واللا. يعني كل ناي هناك يعني مثل مرتبطة بالسلم الموسيقي. المدرج موسيقي كاملا. كامل. نعم. أنا كنت أظن واحد يمشي مع الكل. دوري مي فا صولا سي. إيه لا، هذا لكل مدرج هناك ناي خاص. فلكل علامة في لها ناي خاص. مثلا هاي معلومة الحين أعرفها والله. نعم. نعم صح. جميل. هلا حضرتك بتغني. نعم. لنفرض وطبقة صوتك لنفرض من الحسيني. نعم. يعني من علامة الله. نعم. فأنا بأخذ من إذا بعزف لك من علامة الصوت رح تتعب أو صحيح. من علامة السي رح تتعب. رح يكون في نجاح. فأنا بهي الليفل يعني للصوت مثلا أنا ممكن أختار القصبة اللي بتناسب أي نوع من الموسيقى أو العزف. جميل، هاي والله معلومة جديدة اليوم. نعم. فتنا فيها أستاذ خالد، شكرا جزيلا لك. نحن سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا وأمتعتنا وفعلا أدخلتنا في أجواء رائعة جدا. نشكرك من أعماق القلب. نحن بنختم إن شاء الله، ولكن بنختم مع طبعاً مع هذا العزف الرائع. نحن نشكرك جزيل الشكر الأستاذ. أنا بدي أتشكركم. نعم. وأتشكر قناتكم الموقرة. الله يحفظك. يلي تعودنا على الإطلالة من خلالكم. الله يطول فيك. نحن سعيدين فيكم. وهذا مكانك. بارك مكانك الله. الدائم. بارك الله فيك. الله يعزك. شكرا لك الفنان خالد جاسم زبيدي عازف ناي. شكرا جزيلا لك على الحضور معنا، وأكيد مشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. والآن نترككم مع أجمل عزف من طبعا الفنان خالد جاسم الزبيدي. تفضل.